Thank you.
Thank you.
مرتين. شاركت اليوم في مدرسة أجيال في مشروع جديد وفكرة مميزة، وهي استقبال الطلاب في ساعات الصباح، استقبالهم من خلال متطوعين أمهات وآباء يستقبلون الطلاب في مدخل المدرسة من أجل التخفيف من حدة السير، ومن أجل استقبال الطلاب بترحاب وبشوق. وهذا يعني شيء جديد وشيء مميز ينبغي لأهالي الطلاب والمدرسة كلها أن تتجند لإنجاح هذا المشروع المميز، والمشروع الذي يعزز ويقوي قيمة الانتماء في نفوس أولادنا بل في نفوس أهالينا. شعرت من خلال هذه المشاركة كم هو التجاوب والتفاعل ما بين الطلاب ما بين الأهالي مع المدرسة في أن يستقبلوا الطلاب بهذه الحرارة وبهذا الشوق، وبالتالي النتيجة المرجوة من وراء هذا المشروع ومن وراء هذه الفكرة أن نعزز قيمة الانتماء في نفوس أولادنا وأهلنا. وأنا طبعا بحيي وبشكر مدرسة أجيال المديرة مع طاقمها التدريسي والمهني في إظهار هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ، كما أشكر المجلس المحلي الذي شارك ودعم هذه الفكرة. فكل الاحترام والتقدير لهذه الفكرة والمشروع ولمن كان وراءها ولمن أخرجها إلى حيز التنفيذ. فبالتوفيق إن شاء الله للجميع، وأرجو وأتأمل أن باقي المدارس يعني تنهج مثل هذه الفكرة، وأن تكون إن شاء الله يعني فكرة عامة في جميع بلدنا وفي جميع مدارسنا، حتى نخفف أولا من جهة حدة السير وضغط السير في ساعات الصباح، ومن جهة أخرى نعزز هذه القيمة الطيبة الفريدة في نفوس أولادنا وفي نفوس أهالينا. كل الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله.